ننتقل لخبر كمان حلو ثاني. أعلنت طبعا شركة الترفيه للتطوير والاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العقاري العامة عفوا عن إطلاق هويتها الجديدة تحت مسمى شركة مشاريع الترفيه السعودية. حلو جميل. كنت ترفيه 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 جميل. شوفي قديش المشاريع دي رندة لما حتفتح أو حتصير، حتفتح مجالات أكيد. كمان وظيفية للعديد من البنات والشابات السعوديات. لكن الحلو في الموضوع أنه بيل أرنست هو الرئيس التنفيذي لهذا المشروع. عارفين من هو بيل أرنست؟ أكيد. يعني إذا عندك معلومات عنه قولي لنا، بس إذا أنت قلتي هو الرئيس التنفيذي لشركات الترفيه طيب خلاص يرفه عننا. أكيد طبعا. إرنست هو اللي عنده خبرة، يعني من الأشخاص اللي عندهم خبرة جدا كبيرة في مجال إدارة المنتجعات الفندقية والترفيهية، وكان ماسك منصب قيادي وتنفيذي تقريبا لمدة تزيد عن 25 سنة. لكن فين؟ تتوقعوا فين؟ من الصور مبينة كشف الموضوع. بس كان مسؤول عن والت ديزني لآسيا كلها. حلو. أوكي. فبتتوقعوا مدام إرنست صار موجود وصار رئيس تنفيذي ممكن نشوف والت ديزني في السعودية؟ يا ريت والله. والت ديزني سكس فلاجز طبعا من المشاريع برضو اللي في طور التنفيذ إن شاء الله، إنه صار فيه برضو في الموضوع ده راح تفتح مدن ترفيهية وراح نترفع ونعيش إن شاء الله بإذن الله. والله حلو لو افتحت ديزني هنا من جد. أنا ملاحي كبيرة بس يعني تقدر يعني مثلا سلة. عارفة الملاحي حقتها الكبار يعني شيء كده، يعني في باشن أكتر من إنه يكون. طب أقول لك شيء، تذكرين سيارات التصادم؟ أنا يعني أنت جايبت لي موضوعين مرة يقهروني، السفر ووالت ديزني. طب إيش تبغيني أسوي؟ تذكرين سيارات التصادم؟ أيوة أذكر. هذه حدي أنا الحمد لله، وهذه اللي تطلع فوق وتنزل تحت. دحين قولي بنركب سيارات التصادم، صارت صرنا بنركبها يعني في الطبيعة. لا عادي يعني لا بس ما تتصادمين مع الناس هناك، تقدرين تتصادمين مع لا ما تسوي كذا بالحلبة بس كذا في الحلبة. إيه. حلو، يا ريت من جد تفتح والت ديزني ان شاء الله يا رب، انه يعني تكون بادرة خير وتفتح مدينة ترفيهية زي والت ديزني عندنا. فيها اشياء مرة حلوة ومناسبة لجميع الفئات العمرية، من الصغار من سن 3 سنوات الى سن 60-70 سنة. كل الشخصيات السينمائية والكرتونية اللي احنا متعودين عليها تكون موجودة. الله الله. بس طيب خلينا انا من جد لازم اطلعكم من الموضوع ده. لازم اطلعكم من الموضوع ده على سيره يعني والت ديزني والافلام والشخصيات وكذا. في شاب